نهضة تنموية كبيرة تشهدها محافظة مطروح، نتحدث عن تفاصيلها وعن الجولة التفقدية التي قام بها السيد الرئيس في مدينة السلوم بمحافظة مطروح ولقائه مع أهالي مطروح والسلوم، وكذلك أيضا سيدي براني، وهذا الاتصال مع الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، بعد تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث اليوم عن الكثير من المحاور المهمة في حديثه الشامل مع أهالي محافظة مطروح وكذلك أيضا مدينة السلوم وسيدي براني، ومن ضمن المحاور المهمة للغاية تحدث عن المنطقة اللوجستية وأعلن عن إقامتها في منطقة السلوم. أهمية هذه المنطقة خلال الفترة القادمة من وجهة نظرك؟ مساء الخير لحضرتك ولكل المشاهدين. جولة في غاية الأهمية النهاردة للسيد الرئيس في مطروح. نعم. الجانب الغربي من الدولة المصرية يعني في اهتمام كبير جدا من السيد الرئيس النهاردة في لقائه مع أهلنا هناك من الأهالي والقبائل والعشائر في محافظة مطروح طبعا وسيوة، والحديث تطرق للعديد من المشروعات وكيفية التنمية والتنمية المستدامة اللي هي بتحذو حذو كبير جدا في لقاء السيد الرئيس النهاردة لاطلاع أهلينا في مرسى مطروح. من أهمها زي ما حضرتك تفضلتي في الحديث المنطقة اللوجستية اللي هي إن شاء الله 300 فدان تقريبا وأكثر من ذلك بجانب منفذ السلوم. المنطقة اللوجستية دي سوف تعيد يعني صياغة المحافظة من محافظة زراعية لمحافظة صناعية، أيضا خلاف إن هي محافظة سياحية، تزيد من قدرة يعني الموارد العامة للدولة وأيضا للمحافظة وجذب العديد كمان من الاستثمارات. النهارده السيد الرئيس تطرق في يعني في حديثه لعدد من يعني المحاور الهامه في كيفيه الاتجاه ناحيه الجانب الغربي. نعم. حتى حدود مصر لسلوم وحدود مصر مع الدوله الشقيقه ليبيا، منها مثلا القطار السريع، منها قد ايه ان احنا في الدوله المصريه بنولي اهتمام ان يكون في كهرباء في كل محافظة مطروح بالكامل رغم التحديات والصعوبات، ازاي ان يكون في مية تصل لكل محافظة مطروح، ونعلم جيدا ان محافظة مطروح من اكبر المحافظات طبعا يعني في جمهورية مصر العربية، يعني عددها تقريبا 166 كيلومتر مربع، فرقم كبير جدا. وطبعا خلاف ذلك ان في توجه من الدولة خلاف مشروع الضبعة النووية ان يكون في استثمارات في الزراعة وتحسين القدرات التشغيلية داخل محافظة مطروح. صحيح، اهتمام بالاستثمارات في المجال الزراعي بالإضافة أيضا إلى المجال التعديني والمجال السياحي بشكل كبير، وربما ما نشهده حاليا في مدينة العلمين الجديدة أو في الساحل الشمالي الغربي لهو خير دليل على مدى قوة الدولة المصرية في تحديد أهدافها وتحقيق هذه الأهداف بتحويل هذه المدينة إلى مدينة سياحية عالمية. دكتور مصطفى، إذا ما تحدثنا أيضا عن الجدوى الاقتصادية للمشروعات التنموية العملاقة بشكل عام التي تشهدها منطقة الساحل الشمالي الغربي. شوف يا فندم، خلينا نقول أن الساحل الشمالي فعلا بيستحوذ على اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية، وفعلا مصر حولت الساحل اللي هو كان للأسف منطقة يعني محاطة بالمخاطر العالية جدا من جراء طبعا المتفجرات والألغام وما شابه ذلك، إلى أن تكون سياحة في غاية الأهمية بالنسبة للبحر المتوسط وتحويلها إلى مدينة عالمية، منها مدينة العالمين اللي احنا النهاردة يعني بنتباهى بيها وبنشوف بيها قد إيه حجم الاستثمارات الكبيرة اللي هي إن شاء الله هتبقى ضرة البحر المتوسط وعروس البحر المتوسط هي الأخرى مثلها مثل الإسكندرية. والنهاردة في تواصل كبير جدا إن يعني محافظة مرسى مطروح تستحوذ على جزء من هذه الاستثمارات، تتمدد كمان حتى السلوم فتزيد الاستثمارات الزراعية والاستثمارات الصناعية، وأيضا المنطقة اللوجستية تخدم عليهم. هذا الأمر فيه تنمية يا فندم. ليه؟ لأن كان الأول للأسف كان مقتصر الأمر على الساحل الشمالي، النطاق الضيق فقط ليه يعني استثماره للمصيف لحدود شهرين فقط، مدة زمنية قليلة جدا. ولكن التخطيط الاستراتيجي للدولة النهاردة بنتحدث أن يكون الساحل الشمالي بالكل من اعتبارا من اسكندرية حتى وصولا
لبوابات يعني السلوم، ان يكون هذا من اهم اولويات الدوله في التنميه العمرانيه، ان نعم. يكون في تواصل كبير جدا في استثمارات تخش المنطقه دي تقابلها زياده في يعني التشغيل، زياده في معدلات الاستثمارات. كل ده فندم بيعود على اهلنا في مرسى مطروح، وبيعود على الدوله المصريه بزياده من الموارد، بيقلل من المخاطر، بيزيد من التعاون مع اشقائنا في ليبيا. اعتقد كل ده رؤيه يعني فعلا صائبه في استفاده واستغلال الاراضي بمشروعات تنمويه تقدر تعود بمردود كبير جدا على الدوله المصريه. نعم. دكتور مصطفى، من وجهه نظرك ما هو دور وعلاقه التنميه في دعم وتوفير الامن في المحافظات الحدوديه بشكل خاص؟ بكل تأكيد خلينا نقول بمنتهى الصراحة، التنمية يا فندم والاستثمار هو يعني الحائط الصد أمام الإرهاب، أو هو الحائط الصد أمام الثقافة المتدنية يعني الجماعات التكفيرية وما شابه لذلك. وهو فعلا النهاردة كلما زادت التنمية على يعني محيط الدولة المصرية كله، سواء من أقصى الشرق من رفح حتى أقصى الغرب لحدودنا مع الدولة الشقيقة في ليبيا، بيكون عبارة عن الأمن والأمان لبناء تنمية بيعود يعني مردودها على كل يعني مجموعات أو كل قبائل أو كل عشائر أو كل سكان هذه المناطق. فالنهاردة عايزين نحارب الإرهاب، والقوات المسلحة بتقوم بدور جبار في حماية الدولة المصرية في هذا الأمر. لازم يكون في الامن الفكري الصناعي والتشغيلي والاستثماري اللي هو بيامن الدوله من المخاطر، الانحرافات الفكريه وما شابه لذلك. خلينا لو اخذنا مقارنات لعديد من الدول، في الدول المتقدمه او حتى الدول الناميه بتسعى دلوقتي انها تقلد التجربه المصريه، ان يكون في زياده من الاستثمارات لاعاده التشغيل، زياده من الاستثمارات النهارده ل يعني الحد من البطاله، زياده من الاستثمارات النهارده علشان تكون في قدره لفتح اسواق ثانيه. هذا فندم الوجهه الاساسيه من الدوله المصريه، ازاي توطن الصناعه، ازاي توطن الاستثمار، منها تجابه العمليات الارهابيه، منها يكون في مردود على السكان والمجتمعات والبيئه المحيطه بهذه المناطق، منها كمان تكون في استفادة كبيرة جدا. وأعتقد هذا ما حققه الأمن يعني القيادة السياسية خلال الفترة اللي فاتت. وأيضا بتعكس اهتمام الدولة بشكل كبير بالشباب، وخصوصا شباب المحافظات الحدودية، وتمكينهم وتوفير الكثير من فرص العمل من خلال المشروعات التنموية العملاقة التي تفتح الكثير من فرص العمل أو تتيح الكثير من فرص العمل لهم. إلى أي مدى أيضا هذه المشروعات بتستطيع أن هي تستوعب أعداد كبيرة جدا من الشباب اللي كانوا بيعانوا من البطالة لسنوات عديدة، بل وبتفتح لهم الكثير من فرص العمل الواعدة في هذه المشروعات العملاقة؟ بكل تأكيد خليني أقول لحضرتك أن المشروعات القومية الكبرى دي للأسف كانت يعني غايبة عن كثير من الفترات الزمنية أو من الحكومات يعني في الفترات الزمنية الماضية، ولكن الحمد لله النهاردة المشروعات القومية دي هي اللي بتعيد يعني أواصر الدولة مرة أخرى، بتمكن الشباب النهاردة من قدرتهم في التشغيل، وأيضا المرأة. النهاردة كان في لقاء السيدة الرئيس، حضور للشباب وللمرأة وأيضا للعشائر والقبائل، هو ده اللي بيتكلم عنه دايما، إن المشروعات القومية دي هي ملك للدولة. السيد الرئيس النهاردة تحدث مع يعني أهالينا في مرسى مطروح، قال لهم حافظوا على يعني ما كل ما بيتم تنميته، سواء بقى من أبار، سواء من محطات تحلية مية، سواء من طرق، كل ده ملك للناس، ملك الناس اللي هي فعلا شايفة هذا الإنجاز الكبير اللي الدولة بتحققه خلال الفترة الماضية. نعم. لازم نتكلم ان احنا نقول لهم ان ده ملككم، وانتوا ليكم مردود ببناء المشروعات دي، انتوا اللي استغليتوا البناء ده وكان بانجاز بايديكم، انتوا اللي هتستغلوه خلال الفتره القادمه في تحسين موارد الدوله، انتم النهارده اللي هيكون عندكم طموح ان انتوا تتوسعوا في محيطكم النهارده بزياده مواردكم عن طريق تنميه هذه المشروعات. واعتقد الحمد لله النهارده فعلا باين ان في نجاح كبير جدا، سواء في الطرق او في المشروع العالمين او في الاستثمارات اللي باينه في الزراعه. محافظه مطروح بتحصل على اهم محافظه في انتاجها للتمر. كل الامور يا فندم النهارده اعتقد كان واضحه امام كل جمهورنا في مرسى مطروح. اشكرك جزيل الشكر دكتور مصطفى بدره، الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على هذه المشاركه.